أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء باردة، وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية. رياح جنوبية شرقية راح تبدي تتحول تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة إلى رياح شمالية غربية، راح تكون نشطة على فترات وتصل سرعتها خلال هذه الليلة ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. ومع تحول الرياح إلى رياح شمالية غربية راح تبدي تتلاشى السحب تدريجيا، ومعها راح تبدي تتراجع فرص الأمطار أيضا تدريجيا، لكن فرص تشكل الضباب لا زالت واردة على بعض المناطق، واللي متوقع أنها راح تستمر معنا حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد. لذلك محبين التصوير الخارجي وكذلك التصوير الجوي، ليلة أجواء مناسبة جدا لممارسة هذه الهواية. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، أجواء لا زالت غائمة جزئيا، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 17 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة تصل إلى 15 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 76%. أما الرؤية الأفقية لا زالت ممتازة، تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا جنوبية سرعتها 13 كيلومتر في الساعة. الأجواء المتوقعة في صباح يوم الغد، أجواء راح تكون باردة، وقد تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية، مع استمرار ظهور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق، وهواء راح يكون شمالي غربي، ومع تحوله بشكل عام على معظم المناطق راح تبدي تتلاشى السحب تدريجيا، وسرعة الرياح قد تصل في صباح يوم الغد ما بين 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة، وراح تستمر معنا أيضا بذات المعدلات في منتصف يوم الغد، مع أجواء مشمسة بشكل عام وسماء صافية بإذن الله خالية من السحب. ودرجات الحرارة في نهار يوم الغد راح تتفاوت ما بين 17 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية في معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج بشكل عام ما بين 2 إلى 4 أقدام، والتيارات المائية طبعا اليوم نهاية الفساد وباكر أول أيام الحمل. أجواء جميلة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة البحرية، لذلك طلعوا واستانسوا خلال هذه الأجواء، لكن حطوا بالكم لأن قد تكون أجواء باردة في بعض المناطق. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:20 دقيقة، شروق الشمس 6:44، وموعد أذان المغرب الساعة 5:11 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تكون مشمسة بشكل عام في يوم الغد مع ظهور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق، أجواء راح تكون معتدلة خلال فترة النهار، قد تصل العظمى إلى 19 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية، هواء شمالي غربي راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعته نهار يوم الغد ما بين 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة، أما مساء قد يصل ما بين 8 إلى 26 كيلومتر في الساعة. يوم الأحد هو راح يكون شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه، أيضا راح يستمر خفيف إلى معتدل السرعة، وقد تصل سرعته ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة، العظمى 17 والصغرى 12 درجة مئوية. في يوم الأثنين راح يرجع معنا الهواء كوس، لكن أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة، وقد ينشط على فترات، قد تصل سرعة رياح ما بين 15 إلى 55 كيلومتر في الساعة، مع فرص لبعض الغبار المثار على بعض المناطق خاصة مع نهاية يوم الاثنين، ومع تحول الرياح الى رياح شماليه غربيه، لكن في نهار يوم الاثنين ومع نشاط الرياح الجنوبيه الشرقيه راح يكون هناك تكاثر لبعض السحب تدريجيا، وايضا هناك فرص لامطار متفرقه على بعض المناطق، وايضا راح نوافيكم في تفاصيل اكثر عنها خلال نشراتنا القادمه. العظمى 20 والصغرى 14 درجه مئويه في يوم الاثنين، راح يرجع معنا الهواء شمالي غربي في يوم الثلاثه، لكن هالمره راح يكون نشط وقد يكون شديد السرعة على بعض المناطق، وقد تصل سرعتها ما بين 22 إلى 60 كيلومتر في الساعة، لذلك فرص الغبار المثار واردة على بعض المناطق، ومع نشاط الرياح الشمالية الغربية والغبار المثار راح نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، قد تصل العظمى إلى 12 درجة مئوية، أما الصغرى قد تصل إلى 9 درجات مئوية. طبعا أعزائي المشاهدين لو نقارنها في اليوم السابق نلاحظ انخفاض بمعدل 8 درجات مئوية في مدينة الكويت، وقد تكون أقل من ذلك في بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة. يوم الأربعاء راح يستمر معنا الهواء شمالي غربي، لكن بإذن الله راح تتراجع سرعته وتستقر الأجواء أكثر، قد تصل سرعة رياح ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقعة 14 والصغرى 11 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين طقس راح يكون حافل خلال هذا الأسبوع ما بين أجواء مشمسة في بداية الأسبوع، ومن بعدها راح تكون هناك فرص لأمطار متفرقة على بعض المناطق، وأيضا بعدها راح يكون غبار مثار، لكن نتمنى منكم
لكم متابعة نشراتنا الجوية باستمرار، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع نتمنى منكم متابعة حساب إدارة الأرصاد الجوية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كويت مت. أما الآن أترككم مع هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.